ومعنا مشاهدينا عبر سكايب من أثينا الأكاديمي ودبلوماسي دكتور فاروق الراوي. مرحبا بك دكتور فاروق معنا. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. إذا منظمة فريدون هاوس الأمريكية صنفت العراق دولة غير حرة. على وفق هذا التصنيف والوضع المعروف في العراق، أين الديمقراطية والحرية التي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية عند احتلالها العراق؟ أعتقد أنه لسنا بحاجة إلى تقرير منظمة أو غياب الديمقراطية واضح منذ اليوم الأول لدخول القوات الغازية. القوات الغازية ارتكبت جرائم كثيرة في حق العراقيين، ومن الجرائم اللي مستمرة لا زالت هي وضع أشخاص غير مناسبين ووضع أشخاص غير مؤهلين لحكم العراق، ولذلك استمرت عمليات الاغتيالات وعمليات الاعتقال وعمليات التصفية وعمليات غياب الديمقراطية والفساد. هذا شيء مستشري في العراق ليس بجديد. ولكن دكتور فاروق، لماذا برأيك تعمدت هذه الحكومات المتعاقبة كبت الحريات وممارسة الضغوط على الآراء المعارضة؟ لماذا لم تغير؟ أمريكا اتهمت النظام السابق بالنظام الدكتاتوري وعملت على إقرار الدستور وانتخابات، ولكن من اللحظة الأولى شعرنا أنه هذه الانتخابات هي صورية وهي فقط لتمشية مصالح أحزاب وفئات وكتل معينة، واستمر هذا الوضع في العراق منذ عام 2003 ولحد الآن. لم تغير الحكومات لأن نفس الأوجه ونفس الكتل التي تحكم من عام 2004 ولحد الآن، يعني بعد بريمر استلمت الحكومات المتعاقبة. إذا ناخذ حكومة إبراهيم الجعفري أو المالكي أو المالكي الثانية أو العبادي أو الآن عبد المهدي، نفس الكتل ونفس القوى السياسية اللي كانت مسيطرة في الفترة الماضية هي لا زالت مسيطرة في بل بالعكس كانت ربما لا تمتلك القوة والجاه والمال اللي في أيام الأولى، الآن أصبحت من خلال الفساد ومن خلال وجودها في السلطة أصبحت تمتلك المال والسلاح والقوة القادرة على كبت حرية المواطنين. وما حصل للروائي والأديب على في كربلاء هذا شاهد على الإجرام اللي يرتكب باسم الديمقراطية. حصل العراق طبعا على 32 درجة من أصل 100 في مقياس هذه مقياس الحرية لهذه المنظمة الأمريكية. هذه المنظمة أكدت أن الاعتقالات في العراق تعسفية وتنفذ دون أوامر قضائية. على ماذا تدل استمرارية هذه الممارسات الحكومية وما أثرها في الشارع؟ للأسف في كل فترة ننتظر حصول تغييرات وننتظر حصول تقدم أو تطور في العراق، ولكن للأسف اللي نشاهده هو استمرار لنفس النهج. الاعتقالات مستمرة في الموصل أو في البصرة أو في الناصرية أو في الأنبار أو في الفلوجة. اليوم هناك حملة اعتقالات في الرمادي، هناك حملة اعتقالات في إديالة، هناك حملة اعتقالات. إذن الاعتقالات مستمرة في عموم العراق، لم تسلم أي محافظة من محافظات العراق. ربما في المحافظات الغربية أو المحافظات اللي انتفضت بعد عام 2011 حصلت فيها اعتقالات وأكثر من ما حصل في المحافظات الجنوبية، ولكن لم تسلم أي محافظة، وهذا دليل على أن القائمين على سدة السلطة في الحكم في العراق مستمرين في نفس النهج ونفس السياسة. وما جاء في التقرير في نهاية التقرير من التبعية لإيران، أعتقد أن إيران تلعب الدور الكبير في مثل هذه التوجهات داخل الحكومة العراقية. يعني في هذه الجزئية تحديدا دكتور فاروق، ما تعليقك على ما ذكرته المنظمة الأمريكية بأن النظام السياسي مشوه بهذا التدخل الإيراني؟ هذا واضح وصريح ويعلنوها، يعني أي من القوى السياسية تعلن ليس ولاءها فقط وإنما انتمائها إلى الولي الفقيه وإلى
إلى التبعية إلى إيران ويفتخرون بذلك، هم لا ينكرون ذلك. إذا كان هادي العامري أو مهدي المهندس أو المالكي أو الحكيم أو أي من القوى السياسية الموجودة في الحاكمة في العراق، هذا يفتخرون به. نعم، شكرا جزيلا لك عبر سكاب من أثينا الأكاديمي ودبلوماسي دكتور فاروق الراوي.